النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي مع فيروز مكي. أهلا بكم في نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي، وإلى العناوين. الأهلي يواصل تدريباته استعدادا للإنتاج. فريق اليد يهزم الزمالك 23-22 في الدوري. وأبو ريدة لا نخشى سوى ألمانيا في المونديال. مجددا والى التفاصيل. واصل الفريق الاول لكره القدم بالاهلي تدريباته اليوميه على ملعب مختار التتش بالجزيره في اطار استعداداته لمباراه الانتاج الحربي في الدوري بعد غد الخميس. وعقد حسام البدري المدير الفني للفريق محاضره فنيه مع لاعبي الفريق قبل انطلاق ميران اليوم. وحرص البدري على شرح بعض الامور الفنيه للاعبين خلال المحاضره والتي استمرت لمده 30 دقيقه. يجري رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أشعة اليوم على العضلة الضامة، وذلك بعد عودته مع بعثة المنتخب الوطني بعد أداء العمرة في السعودية. وكان ربيعة قد أصيب في مباراة المنتخب أمام غانا ولم يكمل اللقاء ليؤكد طبيب المنتخب إصابته في العضلة الضامة. ومن المقرر أن تظهر الأشعة فترة غياب اللاعب عن الملاعب. يصل الجنوب أفريقي باكا صانع ألعاب الأهلي من بلاده غدا الأربعاء بعد مشاركته مع منتخب بلاده أمام السنغال، وهي المباراة التي تقام اليوم الثلاثاء في ختام تصفيات مونديال 2018. وينتظم باكا في ميران الفريق غدا، وربما تتسبب ظروف الطيران في تأخير عودته، بما يعني أن اللاعب سيكون خارج قائمة الأهلي في مباراة الإنتاج الحربي والمقرر لها بعد غد الخميس. طلب الدكتور خالد محمود طبيب الاهلي من المدير الفني للفريق حسام البدري عدم التعجل في مساله اشراك اللاعب مروان محسن مهاجم الفريق في المباريات. وشارك مروان محسن في تدريبات الاهلي الجماعيه امس الاثنين لاول مره منذ شهور عقب اصابته بالرباط الصليبي مع المنتخب مطلع فبراير الماضي. واكد الجهاز الفني انه يتابع تطور حاله اللاعب في التدريبات وسيدفع به في الوقت المناسب وفقا لحالته الفنيه والبدنيه. انتظم احمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي في ميران اليوم. وكان أحمد عادل قد غاب عن ميران الأهلي أمس الاثنين بعدما حصل على إذن من الجهاز الفني للاحتفال بمولوده عادل.
هذا الثنائي كريم ندفد ومحمد نجيب لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات تأهيلية على هامش ميران الفريق اليوم. ويعاني ندفد من ثقل في العضلة الخلفية، فيما يشكو نجيب من إجهاد في منطقة الحوض. وقام الثنائي بالجري حول الملعب وأداء بعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيم بالنادي. وصل علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للقاهرة أمس الاثنين قادما من تونس بعد المشاركة مع منتخب بلاده في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم. وتدرب معلول اليوم الثلاثاء منفردا في صالة الجيم خلال ميران الأهلي. للمزيد من التفاصيل حول استعدادات الفريق لمباراة الإنتاج الحربي ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الزميل كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي. كريم أهلا بك. اهلا بيك يا فيروز، تحياتي ليك وتحياتي لكل الساده المشاهدين. كريم، في البدايه احكي لنا عن ميران النهارده. بالفعل النادي الاهلي في استعدادات مستمره لمباراه الانتاج الحربي، مباراه مختلفه طبعا بشكل كبير عن مباراه الكاف. كابتن حسام البدري زي ما انت قلت طبعا كان في محاضره مهمه النهارده قبل المران، لكن عايز اقول حاجه، يمكن الاستياء الكبير جدا من الجهاز الفني هو عدم انضمام الدوليين حتى هذه اللحظه للتدريبات. النهارده كان الوصول المفروض يكون امس مساء الامس بالنسبه للدوليين مع الاتفاق مع الجهاز الفني للنادي الاهلي واتحاد الكره، لكن وصل النهارده بعثه المنتخب او لاعبي النادي الاهلي الظهر اليوم، وده يمكن اثر بشكل كبير جدا سواء على المحاضره الفنيه لكابتن حسام البدري او على الجرعه التدريبيه النهارده اللي هم ممكن ياخدوها، لان اكيد الكابتن حسام كان حاطط امل كبير ان اللعيبه النهارده هتعمل بعض التدريبات الخفيفه على امل يكون بكره ان شاء الله اللي هو التراي ماتش بالنسبه لكابتن حسام يشرك اللاعبين اللي هو حابب ان هو يدخلهم في قائمه المباراه. لكن يمكن زي ما بقول لك في استياء شويه من الجهاز الفني، لكن لابد من تقبل الامر، ولابد طبعا الفتره اللي جايه يكون اللعيبه تكون غدا متواجده، كل البعث او كل لعيبه النادي الاهلي الدولي هيكونوا متواجده غدا في المران الاخير قبل مباراه الانتاج الحربي اللي هتكون على استاد السلام الساعه 8 مساء يوم الخميس. عايز اكد كمان على عوده وليد ازارو للتدريبات الجماعيه. يمكن وليد كان غايب خلال التدريب الامس، هو كان بيشعر بالاجهاد خلال الفتره اللي فاتت ان هو بيشارك بشكل مستمر وبيقوم بمجهود كبير، فكان النهارده بيظهر بشكل لافت جدا ورائع جدا في التدريبات الجماعيه، وان شاء الله يكون خلال مباراه الانتاج الحربي او ان هو يكون بيدفع بيه كابتن حسام او يكون على دكه البدلاء يكون موفق ان شاء الله في هذه المباراه. محمد نجيب باكد طبعا هو كريم نزل بيواصل التاهيل حتى هذه اللحظه مع الكابتن طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل. الام الحوض طبعا بيضطرب محمد نجيب، لكن الفتره اللي جايه ان شاء الله يكون موجود. وكريم نزل عنده تقل في العضله الخلفيه، لكن بيتعمل لهم تدريبات وبعض الجلسات الالتراسونيك، وان شاء الله يكونوا خلال الايام القادمه وخلال الساعات القادمه جاهزين بشكل كبير. اشاده كبيره جدا على حسام البدري، الام البدري لاحمد حمدي احد اللاعبين المميزين اللي ظهر بشكل رائع جدا. كابتن حسام اتكلم معاه بطريقه يمكن منفرده وقال له انت الفرصه ان شاء الله الفتره اللي جايه هياخد اكتر من فرصه ان هو يثبت نفسه، هو ادى بشكل رائع. الامور ماشيه بشكل طيب جدا بالنسبه للفريق. زي ما بنقول غدا هيكون المران الاخير لفريق النادي الاهلي قبل انضمامه لمعسكر مغلق، بكره ان شاء الله يكون المران في الساعه 4 عصرا، بعدها هيتوجه الفريق الى معسكر مغلق باحد الفنادق القريبه طبعا من استاد السلام، على ان تكون ان شاء الله المباراه زي ما قلنا في الساعه 8 مساء يوم الخميس على الاهلي والانتاج الحربي باذن الله. كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي شكرا جزيلا ليك، كنت معي عبر الهاتف. اعلن نادر خليل مدير التسويق بنادي الاهلي عن تلقي النادي اكثر من عرض لخوض مباراه وديه عالميه خلال الفتره الماضيه. واوضح خليل انه لم يكن بمقدور النادي اتخاذ اي قرار بسبب ازدحام الاجنده سواء كان أفريقيا أو محليا، وأضاف أن الاهتمام دائما ما يتلقى العروض من جانب فرق أوروبية، خاصة وأن اسم الأهلي الكبير يجعله مطلبا لكل أندية أوروبا. عقد النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء للكشف عن دولاب بطولات النادي بشكله الجديد بعد تطويره. وأكد نادر خليل مدير التسويق في النادي الأهلي أن افتتاح دولاب البطولات بمقر النادي بالجزيرة هو مجرد خطوة في إنشاء منطقة البطولات
داخل النادي. وأضاف خليل: لدينا خطة محكمة لإنشاء متحف للنادي الأهلي، وتلقينا بعض العروض من جانب شركات عالمية، ولكن الأمر يستغرق بعض الوقت بالإضافة إلى تكلفته الكبيرة. فاصل قصير، نعود إلى جولة في الملاعب المحلية وأخبار المنتخب الوطني. وإلى متابعة أخبار منتخبنا واتحاد الكرة، حيث وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم لمطار القاهرة الدولي ظهر اليوم عائدة من مطار جدة، بعد أداء أفراد البعثة مناسك العمرة وحضور حفل التكريم الذي أقامته هيئة الرياضة السعودية لتكريم المنتخب بمناسبة تأهله لمونديال روسيا 2018. وكان منتخب الفراعنة قد تلقى دعوة من هيئة الرياضة السعودية برئاسة تركي آل الشيخ للحضور للمملكة وأداء مناسك العمرة بعد التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا للمرة الأولى منذ 28 عام. يعقد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري جلسة مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم بشأن التنسيق للمرحلة المقبلة. ومن المقرر أن يطلب كوبر من أبو ريدة عدم خوض وديات مع منتخبات أفريقية بشكل مؤقت، على أن يكون التركيز على مواجهة منتخبات من خارج القارة السمراء. وبرر كوبر رفضه خوض مواجهات قارية، خصوصا وأنه خاض أكثر من مباراة معهم سواء في التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا أو تصفيات المونديال. وحسم منتخب مصر تأهله إلى المونديال عقب الفوز على الكونغو بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية. أكد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة أنه تلقى عرضا من منتخب أمريكا من أجل مواجهته وديا بدون اللاعبين الدوليين. وأضاف أبو ريدة في تصريحات له اليوم أنه تم تأجيل البت في الأمر لحين عقد جلسة مع الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب ومناقشة الأمر. وأوضح أبو ريدة أنه ينتظر قرعة كأس العالم يوم 1 ديسمبر من أجل تحديد برنامج المواجهات الودية. وعن المنتخب الذي يخشى مواجهته قال أبو ريدة: أخشى الوقوع مع المنتخب الألماني في مجموعة واحدة.
عدد الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة حمادة صدقي يوم الخامس من شهر ديسمبر موعدا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لدورة زامبيا. ويستعد منتخب مصر للمشاركة في دورة كوزافا والتي ينظمها الاتحاد الزامبي في الفترة من 9 حتى 16 من الشهر المقبل بمشاركة العديد من المنتخبات القوية مثل أنغولا وأوغندا وزامبيا. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن قائمة اللاعبين والذين سيقع عليهم الاختيار للانضمام نهاية شهر نوفمبر الجاري. أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين مواعيد وملاعب مباريات دور 16 في بطولة كأس مصر. وتقرر أن يواجه حرس الحدود فريق الزمالك في يوم 7 ديسمبر القادم في تمام الساعة 7 باستاد بيتروسبور، فيما يلعب فريق اف سي مصر مع الإسماعيلي في الساعة 4 عصر يوم 8 ديسمبر باستاد السويس الجديد. ويواجه سموحة فريق بتروجيت في نفس اليوم الساعة 7 بستاد السلام، وتحددت الساعة 4 عصرا يوم 9 ديسمبر موعدا لمواجهة الجونة والإنتاج الحربي بستاد بتروسبور، فيما يلعب فريق وادي دجلة مع المصري بستاد برج العرب في نفس اليوم الساعة 7، ويلعب فريق الأسيوطي سبورت مع الاتحاد السكندري يوم 11 من الشهر القادم في الساعة 7 بستاد بتروسبور. وقررت اللجنة تأجيل مباراتي الأهلي مع الداخلية والمقاصة مع المقاولون العرب في دور 16 بكأس مصر، حيث يخوض الأهلي مؤجلاته بالدوري في هذه الفترة. أنا الالتزام دايما بتعلم، بتحرك، ببص لقدام، بجري مش بس عشان حياتي، بحب الكورة، بطير بحلمي، وعندي هدف. وإلى أخبار الألعاب الأخرى، حيث حقق الفريق الأول لكرة اليد للرجال بالنادي الأهلي فوزا مستحقا على الزمالك بنتيجة 23-22. أقيمت المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ضمن منافسات بطولة الدوري. وقدم الأهلي عرضا قويا خلال شوطي اللقاء وسيطر على مجريات اللعب لينهي المباراة لصالحه. ينضم الينا الان عبر الهاتف كابتن محمد عبد الوارث كابتن الفريق الاول لكره اليد رجال. كابتن محمد اهلا وسهلا بك، الف مبروك الفوز النهارده. الله يبارك فيك وعلى سلامه بحضرتك. كابتن محمد احكي لنا عن المباراه. والله ما فيش مباراه الاهلي والزمالك طول عمرها ليها طابع خاص مختلف عن اي مباراه، زي ديربي كده بالنسبه لنا ليها وضع ثاني. الحمد لله احنا قدرنا نسيطر على المباراه من اولها، حافظنا على تركيزنا، اخطائنا كانت قليله، وده اي فريق محترم، فريق صاحب بطولات، دي الحاجات الاساسيه بتاعته، ان هو لازم نركز الاول، تركيزنا دايما طول 60 دقيقه موجود، اخطاء اقل اخطاء هو اللي هيبقى بالنسبه له المكسب سهل. طيب ايه كانت اصعب لحظه بالنسبه لك في المباراه كابتن محمد؟ والله اصعب لحظه بالنسبه لي في المباراه بتبقى اخر 10 دقائق في المباراه، دي اللي بيبقى فيها لازم كل واحد يبقى عنده تركيز عالي جدا، ما حدش يفقد الكوره بسهوله، نقدر نسيطر على الملعب،
دي بالنسبه لنا او بالنسبه لي انا وبالنسبه لفريقنا دي بتبقى اخطر وقت، اللي هو ده الوقت اللي حاسم المباراه زي ما بيقولوا، واحنا الحمد لله قدرنا نسيطر على المباراه الفتره دي وكانت الكوره في صالحنا والحمد لله ربنا وفقنا. طب ايه اهم المشاركات اللي جايه الفتره اللي جايه اللي هتواجه الفريق؟ والله احنا عندنا دلوقتي لسه دوري يعتبر بكره يوم الخميس عندنا مباراه مع بترول اسيوط، بعد كده الدور الاولاني هيتوقف عشان منتخب في فضل الاعداد المنتخب عشان بطوله افريقيا، بعد كده في شهر 2 هنبدا نسترجع تاني الموسم الدور الثاني بتاعنا، والاهم بقى ان هيبقى عندنا سوبر افريقي وبطوله افريقيا دي عندنا في النادي، دي هتبقى احنا بيننا وبين نادي الزمالك ماتش السوبر، وبعد كده هنبدا بطوله افريقيا، دي ده تركيزنا كله الفتره دي ان شاء الله. كل التوفيق كابتن محمد عبد الوارث كابتن الفريق كرة اليد الأول رجال في النادي الأهلي، وألف مبروك مرة تانية الفوز على نادي الزمالك النهارده. نجح فريق النادي الأهلي لكرة اليد للشباب في تحقيق الفوز على نظيره فريق الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة هيئة قناة السويس في الإسماعيلية، وقدم الفريق عرضا قويا تحت قيادة الكابتن صابر حسين مدرب الفريق، ونجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 25-22 ليواصل الفريق عروضه القوية في المسابقة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الكابتن صابر حسين المدير الفني لفريق شباب اليد بالأهلي. كابتن صابر أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك يا فندم وأهلا بكل المشاهدين. كابتن صابر في البداية ألف مبروك الفوز، احكي لنا عن كواليس المباراة النهاردة. أول حاجة والله بنقول الحمد لله طبعا على الفوز النهاردة على فريق الزمالك المنافس بتاعنا التفصيلي النادي الأهلي، والحمد لله المباراة ماشية سجال ماشية هدف بهدف، والحمد لله قدرنا في آخر 10 دقايق المباراة نحسمها نصلحنا فيها 3 أهداف الحمد لله. والفوز دوت ليه يعني ليه أكثر معنى وأكثر من مردود عندنا. أول حاجة اللي احنا بناء على الفوز ده بين أول الدوري الحمد لله. تاني حاجة المفروض على نادي الزمالك المنافس بتاعنا التقليدي فده شيء كويس، لما بكسب دي أكثر بتشك النهارده الحمد لله يعني. وهو تاني خبر النهارده في نشرة قناة النادي الأهلي فوز فرق اليد على نادي الزمالك الفريق اللي أول وكمان فريق شباب اليد يا كابتن صابر. طيب إيه هو برنامج الفريق الفترة اللي جاية؟ والله الحمد لله احنا عندنا مباراة إن شاء الله من الخميس احنا والفريق الاول مع النادي اسيوط في اسيوط، والحمد لله كده يبقى نهينا الدور الاول الحمد لله. فاحنا محتاجين ننهي الدور الاول طبعا بشكل بنجاح طبعا الحمد لله عشان نحافظ على موقعنا في الجدول ونحافظ على التصدر في الجدول سواء الفريق الاول او الفريق المرتبط. فالحمد لله هو ده طموحنا الفتره الجايه، وبعد كده عندنا فتره توقف عشان المنتخب المصري بيتجمع عشان عنده بطوله افريقيا. ففتره التجمع دي ان شاء الله نستثمرها استثمار كويس ان شاء الله عشان نبدا الدور الثاني بشكل كويس ونحافظ على المكسب اللي احنا عملناه الدور الاول ان شاء الله يعني. اكيد كل التوفيق ليك والفريق. كابتن صابر حسين المدير الفني لفريق شباب اليد في النادي الاهلي شكرا جزيلا ليك، كنت معايا عبر الهاتف. يشارك ثنائي محمد ابراهيم واسلام حسن لاعبا الفريق الاول لكره اليد بالنادي الاهلي مع فريق الشارقه الاماراتي في بطوله اسيا والتي تقام في الهند خلال الفتره من 20 وحتى 30 من نوفمبر الجاري. ووافق الجهاز الفني على مشاركه اللاعبين مع الفريق الاماراتي والذي طلب استعاره الثنائي خلال مده البطوله في ظل توقف مسابقه الدوري بسبب معسكر المنتخب الوطني. ويطير ابراهيم وحسن الى معسكر الفريق الاماراتي بعد انهاء كافه الارتباطات مع الفريق قبل توقف المسابقه. استطاعت فرق النادي الاهلي لناشئي كره الماء ان تحقق فوزا كبيرا في انطلاق بطوله كاس مصر لكره الماء. وفاز فريق النادي الأهلي 2003 بقيادة ممدوح منير على فريق نادي سهور بنتيجة 20-1، كما فاز فريق النادي الأهلي 2001 بقيادة وليد صفيف على فريق الشمس بنتيجة 3-2 عفوا. ويضم الجهاز الفني لكرة الماء بالنادي الأهلي وائل عزة رئيس جهاز ألعاب الماء، وليد عزة المدير الفني لكرة ماء الأهلي، وسامح العشري إداري الفريق.
إلى جولة في الملاعب العالمية، ولكن بعد فاصل قصير. في الملاعب العالمية، حيث دفع الخروج صادم للمنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم الأزهري من تصفيات بطولة كأس العالم 2018 على يد المنتخب السويدي الصحف الإيطالية إلى إطلاق عناوين شديدة اللهجة معربة عن أسفها لعدم تأهل منتخب البلاد إلى المونديال. إيطاليا هذه هي نهاية العالم، نحن خارج المونديال، كان هذا هو العنوان والذي اختارته صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية في نسختها الإلكترونية على الإنترنت لوصف إخفاق منتخب إيطاليا في الوصول إلى المونديال، كما وضعت بجوار العنوان صورة لثلاثة لاعبين يفترشون أرضية الملعب عقب التعادل السلبي المخيب مع المنتخب السويدي أمس الاثنين. وقالت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية: إيطاليا خارج المونديال بالتعادل 0-0 أمام السويد، هذا لم يحدث منذ عام 1958. عبر جيان لويجي بوفون حارس مرمى المنتخب الإيطالي عن أسفه الشديد لفشل الأزهري في التأهل إلى مونديال 2018 بروسيا عقب التعادل السلبي مع السويد في ميلانو. وقال بوفون في تصريحات عقب المباراة باكيانا أنه يشعر بالحزن الشديد لعدم تأهل إيطاليا للحدث الأبرز في العالم، وأنه يتوجه بالأسف وبالاعتذار لكل جماهير الكرة الإيطالية.
وأعلن بوفون اعتزاله الدولي بعد مسيرة حافلة مع المنتخب الإيطالي بدأت منذ عام 1997 وشهدت الفوز بكأس العالم 2006 في ألمانيا والوصول إلى نهائي كأس أمم أوروبا 2012. Introducing Wolf. He might be small, but you won't find anyone faster, bolder, or better with a ball. He's the official mascot of the 2018 FIFA World Cup. احتفل لاعبو المنتخب السويدي بالتأهل إلى مونديال كأس العالم 2018 بروسيا وذلك بعد غياب دام ل 12 عام حيث كان التأهل الأخير للسويد في مونديال 2006 بألمانيا. وقام لاعبو السويد بالاحتفال مع محللي أحد القنوات المتواجدة في أرضية ملعب سانسيرو في مدينة ميلانو حيث أجريت المباراة. ويبدو أنه مونديال مختلف. بدأ برشلونة الأسبانية في اتخاذ خطوات جديدة من أجل التعاقد مع نجم جديد في يناير المقبل وذلك بعد رحيل نجمه البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان وإصابة لاعبه الجديد عثمان ديمبلي بعد أسابيع قليلة من وصوله إلى ملعب كامب نو. وأكدت تقارير صحفية أسبانية أن برشلونة دخل في مفاوضات مع أنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد من أجل انتقال اللاعب إلى النادي الكتالوني في يناير المقبل. ويدخل مانشستر يونايتد الإنجليزي أيضا في منافسة لضم اللاعب حيث فشل في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ليحاول مجددا في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة. ذكرت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء أن الفرنسي عثمان ديمبلي جناح برشلونة لن يشارك في مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو الأسباني الشهر القادم بعد الأنباء والتي أثيرت حول لحاقه بالمباراة خلال الفترة الماضية. وتعرض ديمبلي لإصابة في الفخذ خلال مواجهة خيتافي في الليغا في شهر سبتمبر الماضي وخضع لعملية جراحية ناجحة في فنلندا وحدد الجهاز الطبي غيابه لمدة شهرين ونصف. وقالت صحيفة سبورت أن ديمبلي لن يتواجد في مواجهة ريال مدريد في 23 من ديسمبر. النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الرحيل عن ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري وذلك بعدما اعتبره أفضل لاعب في العالم
قلة احترام له ولتاريخه. وقالت تقارير إعلامية أسبانية أن كريستيانو تلقى عرضا لتحسين عقده بشكل لم يرضيه، وذلك على الرغم من التصريحات والتي أدلى بها اللاعب أنه لن يطلب من ريال مدريد تحسين راتبه. وذكرت التقارير أن رونالدو يشعر بأن إدارة ريال مدريد لا تقدر تاريخه، وذلك بسبب المجهودات التي تبذلها الإدارة في جلب لاعبين آخرين مثل البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وزميله في الفريق كيليان مبابي. حدد الإيفواريدي دي دروغبا نجم تشيلسي الإنجليزي السابق مهاجم فونكس رايزنج الأمريكي الحالي موعد اعتزاله كرة القدم. وقال دروغبا خلال تصريحات نقلتها صحيفة ميرور البريطانية أن العام المقبل سيكون الأخير له في كرة القدم، وأضاف أنه في مرحلة معينة يجب أن يتوقف كل شيء، مبديا احتياجه الشديد للوقت من أجل المشاريع الأخرى. وتألق دروغبا خلال مسيرته مع تشيلسي الإنجليزي، حيث شارك في 381 مباراة خلال فترتين وتوج بدوري الأبطال 4 ألقاب الدوري. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار صالح المساء من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.